السلام عليكم شباب، معكم علاء او جيمز كده من قناة في جي اس، واليوم عندنا لكم حلقة لمحطات اخبار العاب الفيديو اللي نناقش فيها اخر اخبار الالعاب. طبعا قبل ما اواصل في الفيديو اتمنى تتابعونا على تويتر والفيسبوك، الروابط موجودة في الوصف وتضغطون على زر السبسكرايب، وراح نبتدي مع حلقة يوم الاحد. وخبرنا الاول متعلق بلعبة كرايسيس 3، راح تنزل حزمة خرائط باسم ذا لوست ايلاند، تتكون من 4 خرائط بسعر $15. طبعا سبب هاي الحزمة ان الشركة تبي ترجع الطابع القديم للعبة كرايسيس في هاي اللعبة مرة ثانية من خلال حزمة الخرائط، وراح تصدر الحزمة بعد يومين في تاريخ 4 يونيو. العرض اللي شفتوه كان حق لعبة ترين ذا تو سيلويتس، العرض اسمه ذا تو سيلويتس. شنو معنات كلمة سيلويت؟ معناتها بكل بساطة شبح أو شخص ما يبين يبين بس الحدود ماله، هاي معنات كلمة سيلويت. فذا تو سيلويتس العرض اللي شفتونه، هاي اللعبة الجديدة راح تنزل في خريف 2013 حق لعبة سوني. طبعا اللي ترى اللي طلعت قاعد تشوفون يبينوا من قصة اللعبة. قصة اللعبة بكل بساطة إن هاي الشبح قاعد يدور ويا الشبح اللي معه، ليش هم صاروا اشباح وليش ما حد قاعد يشوفهم وهم ما ينشوفون الا لما يطيح عليهم المطر. فهاي قصه اللعبه بكل بساطه شباب. وعندنا خبر بعد من شركه روكستار، واكيد الخبر عن لعبه جي تي اي 5. طبعا شركه روكستار تتوقع ان هي راح تبيع 18 مليون نسخه في اول سنه من اصدار اللعبه، وهاي صراحه رقم خيالي، لان جي تي اي 4 اللي هي نزلت على البلاي ستيشن 3 وعلى الاكس بوكس وعلى البي سي باعت 25 مليون نسخة الى اليوم، يعني الى هاليوم باعت 25 مليون نسخة. فيعني هل تتوقعون ان لعبة جي تي اي 5 راح تبيع 18 مليون في سنة واحدة؟ معقول؟ وفي خبر غريب متعلق بشخص كان معروف سابقا باسم روبرت بولينج، هو الحين اسمه روبرت بولينج. هاي الشخص كان يشتغل في شركة انفينيتي وارد، والحين اسس شركة خاصة فيه اسمها روبوتوكي. طبعا الشركة ركبت نظام جديد بالامس، ماي اول امس بالنسبة لهم، يعني هاي النظام انه في حبة تضغط عليها ويصير بانيك سيستم. هو البانيك سيستم شلون؟ انه لما تضغط على حبة في اي وقت تشوف هجوم مسلح تضغط على هاي الحبة مباشرة راح يوصلون للشرطة. فهاي الحبة كانوا توهم مركبينها بطريقة جديدة، ففي احد من الديزاينرز المصممين ضغط على الحبة. لما ضغط على الحبة راح البيت والموظفين كلهم راحوا. روبرت بولينج كان في المكتب يشتغل متأخر بروحه في المكتب، قاعد يكتب ويشتغل، يتفاجأ ان مرة واحدة يقتحمون الشرطة المكتب ماله ويصوبون عليه المسدس ويقولون له ارفع يدك وسلم نفسك. يعني شفتوا شلون الموظفين شلون يحبون يعبثون بكل الامور، وادت الى هاي النهاية ان روبرت بولينج يتعاقب من الشرطة على شيء ما سواه. يوم طويل وشاق، يا الهي متى انتهي من عملي؟ ما هذا؟ إنه زر غريب قد ثبته الرئيس بجانب مكتبي. دعني ألقي الأطرة. لا شيء، لنرحل. سلم نفسك. العرض اللي شفته كان حق لعبة The Flock. لعبة The Flock هي لعبة اندي حاليا في قيد التطوير. طبعا اللعبة فكرتها جدا بسيطة، انك انت مع اشخاص تكونون في خريطة، الخريطة هاي فيها فلوكس. فلوكس لها مخلوقات نفس الاشباح. طبعا الشبح راح يبحث عن ارتفاكت او حجر اثري قوي، هاي الحجر راح يعطي الشبح قدرات خيالية، راح تقدر تقفز اسرع، تمشي اسرع، وكل شيء راح تقدر تسوي افضل من البقية. لكن اذا اخذت الحجر راح تكون مرئي وفيزيبل حق كل شخص في الخريطة. هاي فكرة The Flock. طبعا اللعبة قاعدة تتطور على جهاز البي سي، واللعبة راح تكون ملتي بلاير. والخبر اللي بعده خبر عن لعبة Killzone Shadowfall اللي راح تنزل على PlayStation 4.
طبعا بنشوف اضافه جديده حق اللعبه وحق جهاز البلاي ستيشن 4 اللي هي انك بتقدر تجرب اللعبه وانت قاعد تسوي داونلود او انك تحمل اللعبه. شلون؟ يعني انك تحمل جزء بسيط من اللعبه، يعني بس الجزء المهم والمرحله الاولى، وانت قاعد تلعب اللعبه المراحل القادمه بتكون تسوي داونلود وانت قاعد تجرب اللعبه. صراحه هاي شيء جديد وعجيب بالبلاي ستيشن 4. تعرفون لعبه وولفنشتاين 3D؟ طبعا لعبه وولفنشتاين 3D عشنا معاها ايام كثيره بالسابق. اللعبه راح تصدر مره ثانيه على اجهزه الجيل الحالي الاكس بوكس لايف والبي اس ان نتورك، راح تصدر على البلاي ستيشن بسعر $5 وراح تصدر على الاكس بوكس لايف بسعر 400 نقطه. لحد الحين ما في موعد محدد، بس ان شاء الله راح تصدر اللعبه مع الايام القادمه. وفي خبر من شركه بليزر اللي هي قررت ان تاجل لعبه تايتن، قررت ان تاجلها لسنه 2016. الشركه اكدت التاخير بس رفضت انها تقول اسباب وما اعطتنا ولا سبب عن التاخير. وعندنا خبر غريب من قبل شركة صانعة للسيارات، شركة BMW. طبعا BMW سوت اول جهاز كمبيوتر لهم خارق، حده خارق يعني خاص بالجيمينج. هاي الجهاز يعني ما له علاقة بالسيارات، بس ما ادري ليش الشركة راحت لهاي الشيء وقامت تسوي جهاز خارق. طبعا مواصفات الجهاز راح تطلع عندكم في الشاشة بعد شوي وتعرفوا على الجهاز اكثر. بس السؤال اللي انا كان محيرني، ليش شركة سيارات بدأت تتجه لهاي المجال؟ هل لان في مستقبل كبير للجيمنج؟ هو هاي الشيء اكيد، بس ما نعرف ليش شركه BMW راحت لهاي الشيء. العرض اللي شفته عرض حق لعبه كره القدم PS 2014. مين مو متحمس حق هاللعبة؟ أكيد أنا متحمس حق هاللعبة، يعني شفنا تريلر واحد وصراحة كان مشوق. فإذا عجبتكم الحلقة شو لا تنسون تسوون لايك سبسكرايب كومنتريت وحطون الفيديو في المفضلة. طبعا إذا عجبكم تابعونا على فيسبوك / VG Stations، تويتر @VG Stations، وكان معكم أبو حباس حبايب قلبي. مع السلامة.